السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. الآن نكمل ما قد بدأناه في المدرسة، وأعتقد وصلنا إلى القسم الخامس من الفصل الرابع، وهي البحث عن القيم المثلى أو الأمثلية. هذا الموضوع طبعا جدا من أحد التطبيقات المهمة للقيم القصوى، والتي هي الكبرى المحلية والصغرى المحلية. أهم ملاحظة هنا شنو؟ وجود كلمة في منطق السؤال دائما تدل على الأمثلية. هذه الكلمة قواعديا تسمى اسم التفضيل أو أسماء التفضيل، هي كلمة على وزن أفعل دائما تكون موجودة في منطوق السؤال التي هي تدل على الأمثلية، مثل كلمة أكبر وأصغر، أقل، أقصر، وأقرب، وهكذا. جميع أسئلة هذا الموضوع تمر بخطوات معينة للحل. الخطوة الأولى هي شنو؟ إن أمكن نرسم رسم توضيحي للسؤال بس يوضح المسألة فقط، أحيانا مطلوبة وأحيانا لا نحتاج إلى رسم. ثانيا، الخطوة الثانية هي شنو؟ نحدد مكونات مطلوب السؤال. إذا إحنا الكل يعلم أن جميع أسئلة الرياضيات عبارة عن جزئين، جزء معطاة أو نسميه المفروض، وجزء هي المطلوب. عادة إحنا بهذا الموضوع نحدد مكونات مطلوب السؤال. شلون نحدد مكونات مطلوب السؤال؟ هسه نشوفها ونرمز لها بالرموز. أي نفرض مثلا إذا كان عندي مثلث، المطلوب السؤال مساحة مثلث، نفرض فرضيات، نفرض مساحة المثلث يساوي أي، والقاعدة يساوي مثلا X، والارتفاع يساوي H. هذا هو القصد من تحديد مكونات مطلوب السؤال ونرمز لها بالرموز. ثالثا، كل مطلوب في موضوع الأمثلية لها قاعدة أو قانون، أو قانون. هذا القانون دائما تكون المعادلة رقم واحد. ما معناه؟ من مطلوب السؤال نكون معادلة رقم واحد. رابعا، بعدين من مفروض السؤال أو من المعطيات، من معطيات السؤال نكون معادلة رقم اثنين. بعدين شو نسوي؟ نعوض المعادلة رقم اثنين في المعادلة رقم واحد. بما أنه يعني بعد التعويض، بما أنه أن الأمثلية عبارة عن تطبيقات عن القيم القصوى، فنحن نعلم أن إيجاد القيم القصوى هي تمر بخطوات، وهي نشتق المعادلة اشتقاق أول، ثم نصفر، بعدين نوجد قيم X. بس هنا ليس شرطا هي إيجاد قيم X، حسب ما مفروض عندي، حسب الفرض فرضيات احنا كاتبين نشتق المعادلة، ثم شوف بعد التعويض، ثم نصفر المشتقة، يعني المشتقة تساوي صفر، ثم نجد المجهول اللي هي داخل المشتقة. هنا كل مسألة بالرياضيات لها مفتاح للحل. أنا أرى أن مفتاح الحل هو هذه الملاحظة. أول ملاحظة قلنا أن كلمة تدل على الأمثلية هي أكبر وأقصر وأصغر وأقرب، وهذا الملاحظة هذه شنو؟ الكلمات الدالة على الأمثلية دائما ما تكون مرتبطة بشيء معين في السؤال حسب المسألة. احنا نقول عادة اللي ترتبط او الشيء الذي يكون مرتبط مع احد الكلمات هذه التي تدل على القيم القصوى في المسألة، هذه تكون المعادلة رقم واحد، اي تكون مطلوب السؤال. يعني الأهم ملاحظة هنا شنو؟ نقول الكلمات الدالة على
الأمثلية مرتبطة دائما مرتبطة بمطلوب السؤال بمطلوب السؤال، وهذه تكون المعادلة رقم واحد. يعني هسا احنا كيفية بداية او كيفية الحل تكون واضحة. اولا نبدي نكون معادلة رقم واحد من مطلوب السؤال. دائما حل مسائل الأمثلية تكون بهذا الشكل. نكتب مثال، مثال: جد طول وعرض أكبر مستطيل، أكبر مستطيل محيطها مئة متر. هسا المطلوب شنو؟ جد طول وعرض. احنا هذا الموضوع دائما اقول احنا وين ندور على كلمة تدل على الأمثلية الى ان نجد الكلمة هذه. من نوجد الكلمة هذه، كلمة موجود عندي، كلمة شنو؟ اكبر. كلمة اكبر جاي من شنو؟ مستطيل. اكبر مستطيل اي يعني اكبر مساحة للمستطيل. طبعا منا نبدي نحل السؤال. الحل بتكون بهذا الشكل، تمام؟ اول شيء نحتاج، مرات نحتاج الى رسم اذا كان الاشكال الهندسية غير متداخلة في بعض او غير مركبة، فالرسم عادة ليست مطلوبة. اذا هنا عندنا المستطيل، ليس الرسم غير مطلوب انما للتوضيح اذا امكن. الخطوة الثانية عشان نحدد مكونات مطلوب السؤال. هسا عندي هنا مطلوب السؤال هو مستطيل، تمام؟ والمستطيل يتكون من طول وعرض. نفرض ان طول المستطيل هو اكس والعرض هو واي. كلمة اكبر تدل على المساحة. يعني هسا احنا المعادلة رقم واحد تكون مساحة المستطيل، اي ان هسا فرضنا شنو؟ نفرض او لتكن نفرض الطول يساوي اكس، ونفرض العرض يساوي واي، ثم المساحة تساوي اي. اذا حسب قاعدة المساحة، سنكتب القاعدة هي وهي شنو؟ الطول في العرض. اذا نكتب نحصل على اي يساوي اكس في واي، هذه تكون المعادلة رقم واحد. هسه المعادلة رقم واحد كوناها من شنو؟ كلمة اكبر مستطيل. هسه الملاحظة الأخيرة بالأمثلية، وهذا عادة ما يتكرر أو ما تتكرر، وهي شنو؟ عندما نكون المعادلة رقم واحد، عندما نكون المعادلة رقم واحد نجد أن في اليمين متغيرين، يعني ليست هذه لا تمثل دالة، لأن بها شنو؟ بها ثلاث متغيرات. لهذا السبب إحنا لازم نتخلص من هذه الحالة، وهذه الملاحظة دائما ما تتكرر، تمام؟ وعندنا أسئلة ما بها متغيرا، فرأسا نشتق. هنا من كون المعادلة رقم واحد نجد عندي هنا نجد متغيرا، لازم نتخلص من هذه الحالة، وهي إما نحول الواي إلى إكس أو نحول الإكس إلى واي ثم نعوض. هنا وين نسوي هذا؟ نجي على مفروض السؤال. هنا ايش منطيني؟ منطيني محيط المستطيل موجود وهي ايش قد؟ وهي 100. اذا
للتخلص من هذه الحالة نحتاج إلى علاقة أو معادلة بها X و Y. نحتاج إلى معادلة بها شنو؟ بها X و Y. هسا نجي للمفروض نكتب هنا أدنى بالسؤال المعطاة هو شنو؟ شوف إحنا دائما ندي نسأل المفروض أو المعطاة هو المحيط. طبعا إحنا نعرف قاعدة محيط المستطيل هي 2 طول زائد 2 عرض، أي هسا الطول هنا شقد؟ الطول هو 2 إكس زائد 2 واي، والمحيط معلوم. هسا كوننا علاقة من المعطاة أو من مفروض السؤال أن 2 إكس زائد 2 واي يساوي 100. نلاحظ أن في هذه المعادلة موجودة متغير X والمتغير Y، نستطيع نكون علاقة بها X و Y نقسم على 2، إذا نحصل على X زائد Y يساوي 50. إذا منا نقدر نوجد إما ال X أو ال Y ثم نعوض في المعادلة رقم 1. هسه بالمعادلة رقم 2 Y يساوي 50 ناقص X. هسه هذا او هذه تكون المعادلة رقم 2. نجي على الخطوات الاولى، هنا شو نسوي؟ نعوض المعادلة رقم 2 في المعادلة رقم 1 للتخلص من حالة المتغيرين الاكس والواي الموجودين في الطرف اليمين. إذا هسه شو نسوي بالتعويض؟ بالتعويض عن نعوض المعادلة رقم 2، هذه آسف هذا المعادلة رقم 2 في معادلة رقم 1، أي نعوض في المساحة. إذا أي يساوي X بدل الواي، هذا نكتب شنو؟ نكتب 50 ناقص X، أي يساوي 50 X ناقص X تربيع، أي يساوي 50 X ناقص X تربيع. هسا الأي هذا تحول من X و Y فقط إلى X. إذا هسا نقدر نشتق، شوف هنا عندنا نشتق المعادلة رقم شقد؟ 1، بعد ما نعوض الثاني بالأول. هسه نشتق المعادلة هذه نحصل على قيمة X. قلنا شنو؟ الأي فتحة أو أي برايم يساوي 50 X اللي روح X ناقص 2 X. بعدين بما أنه هي عبارة عن إيجاد القيم المثلى، إذا هسه نصفر المشتقة، المشتقة نساوي بالصفر، يعني 50 x 50 ناقص 2 x يساوي صفر. إذا نحول الجهة الأخرى 2 x يساوي 50، إذا x يساوي شقد؟ 25. تمام. هسه هذا طول المستطيل، طول المستطيل هذا طول. بعدين نعوض في المعادلة رقم 2 نجد العرض y يساوي 50 ناقص 25 يساوي 25 سنتيمتر أو متر، وهذا العرض. إذا هنا المطلوب شنو؟ جد طول العرض مستطيل، عفوا محيطه شقد؟ 100 متر. إذا هسه الطول هو شقد؟ 25، والعرض هو 25 سنتيمتر. لاحظ أن الناتج طلع مربع، فملاحظة يعني مرات الطلاب يسألون بما أنه السؤال قايل مستطيل،
فالناتج طلع شنو؟ طلع مربع. لماذا؟ هل اكو علاقه بين المربع والمستطيل؟ نعم اكو علاقه، وهي شنو؟ التعريف الاصلي للمربع هي شنو؟ التعريف الاصلي هي المستطيل. المربع هو مستطيل اضلاعه متساويه، المربع هو مستطيل اضلاعه متساويه. اذا الناتج طلع مربع فهذا صحيح، لان المربع حاله خاصه من المستطيل. طبعا اعيد هذا السؤال ومعها الخطوات، لان هذه الخطوات دائما جميع حلول الامثليه واغلبها تمر بهذه الخطوات، وهي اولا مرات نحتاج الى رسم توضيحي حتى نوضح المساله. ثانيا قلنا شنو؟ الأمثلية عبارة عن كل المسائل عبارة عن شنو؟ معطاة ومطلوب، أو المفروض أو والمطلوب. إحنا وين نبدي؟ نبدي بمطلوب السؤال، نحدد مطلوب السؤال ونرمز لها بالرموز أو المكونات، يعني مثل ما قلنا هي مكونات مطلوب السؤال تكون بالفرضيات، نفرض أنها تساوي ونرمز لها بالرموز. الخطوة الثالثة هي شنو؟ مطلوب السؤال عادة له قانون أو له قاعدة أو علاقة. هذا القانون أو العلاقة دائما تكون المعادلة رقم واحد، دائما تكون المعادلة رقم واحد. بعدين من مفروض السؤال نكون علاقة أخرى. من المفروض، إحنا قلنا المفروض معناه شنو؟ المعطاة اللي هو منطيني بالسؤال. من مفروض السؤال نكون المعادلة رقم اثنين، بعدين نعوض المعادلة اثنين في واحد، ثم نشتق المعادلة الأولى. يعني شلون نشتق؟ مثل ما قلنا حسب قواعد الاشتقاق، بس بعد التعويض. بعدين قلنا شنو؟ الأمثلية عبارة عن تطبيقات القيم المثلى والقيم المثلى والقيم القصوى، عفوا، لإيجاد القيم القصوى لازم نشتق بعدين نصفر ثم نوجد المتغير أو المجهول. أهم ملاحظة في الأمثلية هو هذا، قلنا شنو؟ الكلمات التي تدل على الأمثلية هي معروفة، مثلا تكون على وزن أفعل أو اسم تفضيل. هذه الكلمات دائما تكون مرتبطة ب شيء معين في السؤال. هذا الشيء أو هذا الربط ما بين هذه الكلمة والشيء هذا فيكون شنو؟ مطلوب السؤال، وقاعدتها تكون معادلة رقم واحد، يعني مفتاح الحل هو هذا. تمام؟ بعدين كتبنا مثال، قلنا شنو؟ السؤال هذا يمكن أكثر من مرة جاي من امتحانات الوزارية. جد طول وعرض أكبر مستطيل محيطه شقد؟ محيطه 100 متر. إحنا دائما بالأمثلية نبدأ بهذه الكلمة والتي هي مرتبطة بأكبر مستطيل، ما معناه مساحة، أكبر مساحة للمستطيل. إذا نفرض مكونات المستطيل هي شنو؟ نفرض الطول هو X والعرض هو واي، وكلمة أكبر هذا لازم نسوي له رمز، رمزنا له بالحرف أي التي تدل على المساحة. مساحة المستطيل عبارة عن الطول في العرض، وهي أي يساوي إكس في واي.